أنا في الدار البيضاء لا حول ولا قوة إلا بالله، وكنهودو من مثلا أنا كنسكن دابا في عين السوق، وما باش كنوصل هنايا بعدا خاصني واحد ساعتين ديال المكانة باش كنوصل ما بين لومبوتياج وزيد لي فيروز، وملي كتوصل كاع أنت وصلتي من هذيك الساعتين وفينا هي البلاصة، وتبقى الدور 5 6 7 الزناقي، وإلا لقيتيها وتسنى الكارديان إلا خوا شي بلاصة عادي يجيبك. واش غادي نقول لك اخويا؟ لا اله الا الله، راه زعما محنين حنا هنا في الدار البيضاء من هادشي ديال البلاصات باش نبلاصيو طونوبيلاتنا نركنوهم في الموقف السيارات، راه صعيب بزاف، كتجي ما كتلقاهاش، واخا دير اللي درتي الا طلبتي شي كارديان وبقيتي فيه وصافي. هادشي اللي كاين اخويا، حنا محنين في السطاسيون موعده وحنا كسائقين ديال الطوموبيل، وان شاء الله نكونوا سائقين ديال الطاكسي. كنلاحظوا بان ما كاينش واحد النظام ديال الطاكسي، يعني الطوموبيل اللي مبلاصين اكثر من الطوموبيلات اللي غاديين، وما كاينش نظام. كتلقى كاميو، كتلقى وراه كرويله، كتلقى وراه كارو، كتلقى ما كاينش واحد، كل واحد وبلاصتو. خاص النظام بزاف، ما عندناش باركينغ، ما عندناش بزاف د الحوايج، يعني فين تبلاصي الطوموبيل مشكل كبير ومشكل عائق بالنسبه لي انا، بالنسبه للبنات، بالنسبه لبزاف الناس. والحل اللي غنقول لك ما عنديش الحل، اللي غنقول لك نقدر نقول لك ما عنديش حل، حيت الاكتضاد وكاين مع الاشغال اللي كاينه دابا ومع بزاف د الحوايج اللي كاينه دابا، يعني ما تقدرش تلقى الحل تقدر تلقاه ملي كيتحيد هاد الاشغال وتحيد هادي. ان شاء الله من هنا لقدام غيكون خير ان شاء الله، وتقاد ان شاء الله الطريق ويكون خير ان شاء الله، وكنتمناو الخير لهاد البلاد السعيده هادي. خويا السطاسيومو باش السطاسيومو بزاف صعيب، الحديد كثير بزاف، وكاين اللي كيجي كيحطها وسط الطريق، كيبلاصي وسط الطريق كيحطها ما كتلقى فين تبلاصي، ما كتلقى فين سميتو، العراقات بزاف، وديال الترامواي هادشي ديال الترامواي وهادشي ديال الشغل بزاف كثير. باش السطاسيون راه بزاف باش تلقى السطاسيومو، ما كاين لا باركينات ما كاين والو. هادشي اللي كاين اخويا، هادشي غنقول لك.